أعرف قوما دينهم خير ملة به شيدوا الدنيا وللناس أحسنوا وصاغوا لنا مجدا وأرسوا حضارة وهم علموا الدنيا فنونا وأتقنوا وهم قدوة للسالكين لرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم أولئك قدوتي. في عدد اليوم سنتعرف أو نعيش لحظات مع فارس لم يعرف له مثيل في المعارك، حتى قيل عنه أن صوته في أرض المعركة خير من ألف فارس. إنه القعقاع بن عمرو التميمي. ها نحن في السنة التاسعة للهجرة، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم تفتح ذراعيها لقبائل العرب حتى سمي هذا العام بعام الوفود. أصبحت القبائل العربية تتوافد على المدينة النبوية لتعلن إسلامها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا العام التاسع من الهجرة وفد تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بين وفد تميم القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه ليعلنوا إسلامهم. لفت الفتى التميمي انتباه النبي صلى الله عليه وسلم وحدق به عليه الصلاة والسلام وقال: ما اسم الفتى؟ قال: القعقاع بن عمرو التميمي. فقال عليه الصلاة والسلام: لما توسمه فيه من بسطة في الجسم وشجاعة برزت من عينيه. قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت للجهاد يا قعقاع؟ فقال القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه: أعددت لهم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخيل الصافنات والرماح المرهفات. فقال له عليه الصلاة والسلام: تلك الغاية. منذ ذلك اليوم والقعقاع بن عمرو قد وضع نفسه تحت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع كل ما يملك من قوة وشجاعة في سبيل الله عز وجل، لكن نجمه لم يبرز إلى غاية خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جيشا على رأسه خالد بن الوليد لقتال الفرس على باب العراق. ذهب خالد بن الوليد على رأس 10,000 من المسلمين يريد قتال الفرس في أراضي العراق، وكانت الفرس قد وكلت هرمز بحكم العراق، وهرمز من سادات الفرس وأعلاهم مكانة ونسبا، وكان يعرف بشدة كرهه للعرب والمسلمين. ولما صار خالد بن الوليد على مشارف العراق بمنطقة تسمى الحفير، كتب إلى هرمز كتابا جاء فيه: أما بعد، أسلم تسلم، واختر لنفسك ولقومك الذمة، وادفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. لما قرأ هرمز الرسالة طار صوابه وعقله وغضب غضبا شديدا، وجهز جيش الفرس لقتال خالد بن الوليد. حينها كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إلى خليفة المسلمين أبي بكر الصديق يطلب المدد لقتال هرمز وجيشه. فلما بلغ كتاب خالد بن الوليد خليفة المسلمين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: مدوا خالداً بالقعقاع بن عمرو التميمي. تعجب الجميع: ماذا يقول خليفة المسلمين؟
أنا مد جيشا بمدد فيه رجل واحد؟ نعم، يقول خليفة المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: مدوا خالدا بالقعقاع بن عمرو التميمي. فلصوت القعقاع بن عمرو التميمي في الجيش خير من 1000 فارس. ثم قال رضي الله عنه: ولجيش فيه القعقاع بن عمرو التميمي لا يغلب أبدا. اصطف الجيشان وجاء موعد القتال، وقد أعد هرمز خطة ومكيدة لقتل خالد، عسى أن إذا قتل خالدا استكان الجيش وسرى الرعب والخوف في قلوبهم، لأنه يعلم يقينا أن نقطة قوة الجيش في قائده. خطط لمكيدة لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يقتل خالدا سوى بالمكيدة. برز هرمز على رأس الجيش ودعا من يناظره من الجيش للقتال كما كانت العادة. فبرز له خالد بن الوليد، لكن هرمز بقي قريبا من جيشه ولم يتقدم إلى خالد. فلما اقترب خالد منه برز له 10 من رجال الفرس مشهرين سيوفهم يريدون قتله. هنا كانت الخديعة والمكيدة. لكن هرمز لا يعلم أن في الجيش رجلا آخر مثل خالد، إنه القعقاع ابن عمرو التميمي. برز القعقاع كالأسد ووثب في 10 وشهر سيفه وهو يقول: جاءكم القعقاع يا أعداء الله. نعم، ألقى بنفسه في ساحة المعركة بين 10 من الرجال ووثب عليهم بالسيف كالجمل الأورق وهو يهدر فيهم هدرا. ثم انطلقت المعركة ووثب أمجاد المسلمين على هرمز وجيشه، ودارت بين الفريقين معركة خاطفة قوية كال فيها المسلمون للفرس شديد الهزيمة. قائد الجيش خالد بن الوليد حين جاءه القعقاع بن عمرو التميمي كمدد من أبي بكر الصديق لم يكن يعرف الرجل ولم يكن قد امتحنه في الحرب، لكن حينما رأى من القعقاع بن عمرو ما رأى وقف في الجيش وقال: رحم الله خليفة المسلمين أبي بكر الصديق حين بعث لنا القعقاع بن عمرو، فإنه أعرف منا بالرجال، وإنه لصدق لصوت القعقاع بن عمرو في الجيش خير من 1000 فارس، ولا يغلب جيش فيه القعقاع بن عمرو. كان هذا أول لقاء بين الرجلين. ولما عرف خالد من القعقاع ما عرف لم يكن يتركه في معركة إلا ويأخذه معه ويجعله قائدا على سرية من السرايا. ودارت معركة أخرى كان فيها الرجلان، معركة القادسية. القادسية معركة أخرى مع الفرس، لكن في هذه المرة تفاجأ المسلمون من قوة الفرس، وأعظم من ذلك أنهم جاءوا بفيلة شرسة لم يجد لها قائد المسلمين سعد بن أبي وقاص حلاً، واستشار قادة الجند فأشاروا عليه أن يركزوا هجومهم على الفيلة حتى يسقطوها أرضاً ثم يتفرغوا لجنود الفرس. هذه الفيلة ليس لها حل سوى أن يفقأوا عيونها ويقطعوا خراطيمها فتسقط أرضاً وتذهب قوتها وريحها. فأوكل سعد بن أبي وقاص للقعقاع بن عمرو وأخيه عاصم مهمة القضاء على الفيل الكبير الأبيض الذي بث الرعب في قلوب المسلمين. ترجل القعقاع بن عمرو وأخوه عاصم عن فرسيهما ومضيا نحو الفيل الأبيض، وفي يد كل منهما رمحه يمسكه بشدة وقوة، فأطلقا في لحظة واحدة رمحيهما على عيني الفيل الأبيض
فأصاب القعقاع بن عمرو الفيل في عينه اليمنى، أصاب عاصم الفيل في عينه اليسرى، فخر الفيل أرضا وأصبح يتحسس طريقه بخرطومه، فوثب عليه القعقاع بن عمرو بسيفه فقطعه بضربة واحدة، ووثب الفارسان الأزديان على الفيل الآخر فضرباه بالرمح في عينيه فسقط أرضا، ثم أصبح يتحسس بخرطومه طريقه فدار ناحية جيش الفرس، وأصبح يصيح بقوة من شدة الألم ويهدر فيهم هدرا حتى أصاب منهم الكثير وقتل منهم ما لا يعد ولا يحصى، فوخزوه فاستدار إلى ناحية المسلمين مرة أخرى، فهوى عليه المسلمون بالسيف فمضى نحو النهر يصيح بشدة والفيلة وراءه، فسقط في النهر وتبعته الفيلة، غابت الفيلة عن أرض المعركة وتوازن الفريقان وانطلقت المعركة بين الجيشين. اشتد القتال بين الفريقين حتى أنه لم يتوقف، ووصل قتال النهار بقتال الليل، فلم يتوقف الفريقان عن القتال، وخرج الجيشان عن قيادة قائديهما سعد بن أبي وقاص ورستم قائد الفرس، ولم يتوقف القتال، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، كان القعقاع بن عمرو كعادته يقاتل بشدة وضراوة ويهز المشركين هزا بصوته المغوار. جيش المسلمين أسلم قياده للقعقاع بن عمرو من دون أن يشعر، فأصبحوا يتبعونه في كل صيحة، وتركوا قائدهم الأصلي الذي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فأصبحوا يتبعون القعقاع بن عمرو، كل قبيلة بجيشها، فهذه أسد تندفع وراءه، وتلك بجيلة تزحف بخيلها ورجلها، وهذه كندة، وتلك النخة، كلهم وراءه. فنظر سعد بن أبي وقاص وقد أخذ القعقاع القيادة منه دون أن يشعر، فنظر سعد بن أبي وقاص وهو يقول بخوف وجزع على جيش المسلمين، لأن القعقاع يأخذ الجيش بحماسته، فأصبح يقول اللهم اغفر للقعقاع، يعني حينما خرج عن قيادته بالجيش، اللهم اغفر للقعقاع وانصره فإني أذنت له وإن لم يستأذن. كانت القلوب عند بعضها، لم يكن فيها حقد ولا غل ولا طمع في قيادة ولا مكانة ولا منصب، المهم والأهم هو نصرة هذا الدين، لا شيء يعلو على ذلك، اللهم اغفر للقعقاع وانصره فإني أذنت له وإن لم يستأذن مني. وحين انقشع فجر تلك الليلة الدامية كان قد أخذ التعب بجنود الفريقين، هناك كبر القعقاع تكبيراته الثلاث وخطب في الجيش قائلا: يا معشر المسلمين، إن النصر سيكون بعد ساعة لمن يثبت على القتال ويصبر، سواء منكم أو من عدوكم، فكونوا أنتم أصبر القوم على القتال وأجلدهم في هاته الأرض، فإن النصر لكم. فشد المسلمون لشدته وهجموا بهجمته رضي الله عنه، وكان الأمر كما قال القعقاع، النصر لأصبر الفريقين، لم يصبر جنود الفرس لشدة المسلمين وقوتهم وهجمتهم القوية، فتفرقوا وكثر القتل فيهم، فهرب رستم خوفا من أن يأسره المسلمون، ودخل سريره ثم ألقى بنفسه إلى النهر، لأن إلقاءه لنفسه لم ينجه من سطوة المسلمين وقوتهم، فضربه أحد الجنود بالسيف ففلق رأسه فلقين، وصاح: قتلت رستم، قتلت قائد الفرس. كانت معركة طاحنة فارقة لم يشهد مثيلها على وجه التاريخ، معركة غيرت مجرى التاريخ تماما، بمن؟ بقوة الرجال وشدة عقيدتهم
وبأسهم، وعلى رأسهم بطل هذا كله القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه. القوة ليست بالشدة ولكن بالعزيمة والإيمان واليقين، فإن كان ذلك كان النصر في كل الميادين. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وألقاكم في العدد القادم مع شخصية جديدة وقدوة جديدة. سلام. وهم علموا الدنيا فنونا وأتقنوا.